أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث تخصصها للحديث عن أبعاد الفراغ الأمني في محافظة تعز وتفاقم مشكلة انتشار السلاح والجماعات المنفردة. قالت مصادر محلية لقناة بلقيس إن مسلحين حاولوا اقتحام منزل مواطن وسط مدينة تعز على خلفية قضية جنائية. أشارت المصادر إلى أن مسلحين هاجموا منزل المواطن واشتبكوا معه ما أدى إلى سقوط ضحايا. عدة مسيرات تخرج في المدينة للاحتجاج ضد تجاهل حالة الفوضى في المناطق التي أعلنت الحكومة والتحالف تحريرها مطالبة بسرعة تطبيع الوضع الأمني. تأتي هذه التطورات في ظل حالة من الفراغ الأمني بتعز واستمرار الحصار والقصف اليومي لميليشيا الحوثي على المدينة وسكانها. في هذه الحلقة مشاهدينا من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: أسباب وتبعات انتشار السلاح والفوضى في تعز، وكيف يمكن للسلطة المحلية ضبط الأمن في المحافظة وإنهاء حالة الانفلات والجماعات المسلحة. نتابع التقرير التالي ومن ثم نعود لبدء النقاش مع ضيوفنا. حالة من فوضى غير مسبوقة تعيشها تعز زادت من تعقيد الوضع في المحافظة وفاقمت من معدلات جرائم القتل والنهب والاغتيال، وهو واقع أصبح من الصعب الهروب من تبعاته الكارثية. هذا ما يقوله أبناء تعز في كل أحاديثهم، وهذا ما تعانيه المحافظة المحاصرة والمنكوبة على كافة المستويات. كوابيس مرعبة يسعو عليه سكان المحافظة الواقعة بين نار حرب ميليشيا الحوثي ونار الجماعات المتطرفة التي أصبحت بين ليلة وضحاها حامية للديار، وهو ما أوصل تعز بحسب مراقبين إلى قعر هذه الكارثة. تعاني المؤسسة الأمنية في تعز عددا من الصعوبات في مقدمتها، تزايد عمليات الاغتيال التي تستهدف قياداتها وأفرادها، وكذلك الانتشار العشوائي للسلاح. لا تتوقف المشكلة عند امتلاك جميع الفصائل والأفراد للسلاح، بل إن الفصائل المنفلتة قامت بتشكيل أقسام وسجون خاصة تابعة لها، فيما تسيطر فصائل أخرى على بعض أقسام الشرطة وتعيين بعض المحسوبين عليها على رأس هذه الأقسام، كما تقول الإدارة العامة للشرطة في تعز. في آخر التطورات سقط عدد من الجرحى إثر تجدد الاشتباكات بين مسلحين بعد قيام طفل بقتل شخص على خلفية قضية جنائية وسط مدينة تعز. مصادر محلية قالت لقناة بلقيس إن الاشتباكات تسببت بمقتل شخص وإصابة آخرين بعد تعرض منزل الضحية لهجوم من قبل مسلحين يتبعون الخاطف وسط المدينة. تمثل الجريمة في تعز اليوم علامة فارقة تعكس حالة الانفلات الأمني في المناطق المحررة بشكل عام، والتي يرجع البعض أسبابها إلى عدم تغيير خطط الحملات الأمنية واتساع دائرة إنتاج ميليشيا تدعمها أطراف إقليمية. إذن ومن تعز ينضم إلينا ناشط السياسي شوقي أحمد. مساء الخير أستاذ شوقي. مساء النور أختي أحمد شوقي. أحمد شوقي، نعم العفو منك. أستاذ أحمد، يعني العديد من الحملات الأمنية التي تم الإعلان عنها، ومع ذلك ما زالت المدينة تعيش حالة من الفراغ الأمني، برأيك ما هو السبب؟ طبعا يعني هناك تحولات حصلت خلال الفترة الماضية، يعني تطورات من الجانب الأمني إلى حد ما، هناك انتشار حصل في المناطق الشرقية من المدينة، وهناك أقسام شرطة تابعة لإدارة أمن المحافظة فتحت هناك، وكان ايضا هناك تعزيز لهذه الاقسام بمجاميع من افراد قوات الامن الخاص لحمايتها وتجهيزها بالمعدات والاطقم والاسلحه اللازمه. وكذلك يعني حصل هناك تحسن الى حد ما يعني جيد في الجانب الامني، وبقي يعني تقديم الدعم، ايضا تم تقديم الدعم ب يعني اداره امن شرطه المحافظه. بقي الآن هو أن تقوم السلطة المعنية، وهي الآن إدارة سلطة المحافظة، بالقيام بدورها في ضبط الاختلالات الأمنية التي قد تحدث هنا وهناك. والآن يعني لحد ما كما قلت لك تقلص بشكل كبير الجرائم التي كانت تقف وراءها بعض العصابات أو المجموعات التابعة حتى لقطاعات عسكرية معينة، وما حدث خلال البارحة من اشتباكات في حي عمار بن ياسر كان يعني دافعها بنائي بحث وليس صراعات بين فصائل مسلحة، وبالتالي تصبح هنا المسؤولية مسؤولية الشرطة المدنية التي هي كما قلت لك
قسم الترفيه إدارة أمن المحافظة. نعم، لكن أستاذ أحمد، يعني ليست فقط مسألة الصراع بين فصائل مسلحة، ولكن هناك انتشار للسلاح مما يؤدي إلى الكثير من الاشتباكات الأمنية، وبالتالي سقوط العديد من الضحايا. يعني كل يوم تظهر قصة جديدة، مقتل شخص جديد، يعني ولا يخفى عليك يعني وأنت تعيش هناك، يعني الأخبار التي تأتي إلينا ربما آخرها ونتمنى أن تكون الأخيرة، يعني مقتل المنشد تميمي الذي يعني في لجنة أمنية. مسألة عدم ضبط المسلحين كيف يمكن حلها أستاذ أحمد رغم وجود كل هذه الحملات الأمنية؟ في تقديري مسألة يعني الرقابة على السلاح في المدينة مسألة صعبة بسبب وجود الألوية العسكرية داخل المدينة، وهذا طبعا يقتضي بالضروره او حكما يصبح افراد الالويه العسكريه يعني ينتشرون داخل المدينه سواء بغرض مثلا مهام شخصيه او احتياجات مثلا اسريه او منزليه او تسوق او غيره، وبالتالي ينتشرون يعني ويتحركون باسلحتهم مما يصعب عمليه يعني فرض عدم تجول بالسلاح داخل المدينه. وبالتالي اعتقد ان جذور المشكله تبدا من وجود الالوية العسكريه داخل المدينه، وهو ما يقتضي بالضروره ان تخرج يعني غالبيه هذه القوات العسكريه تابعه للالويه من داخل المدينه وتبدا بالتمركز في معسكرات قريبه من مسارح العمليات التي يفترض ان تحارب عليها او فيها. هنا سيخرج عدد كم كبير جدا من السلاح من داخل المدينه، وسيخرج عدد كبير جدا من افراد الجيش، وسيتمكن الجهاز الامني من يعني فرض حظر التجوال بالسلاح داخل المدينه وملاحقه كل من يتجول بالسلاح او يطلق النار، سواء كان لمناسبات مثلا فرائحيه كالاعراس واحتفالات وغيرها، او سواء كان بغرض يعني الجريمه او الارهاب او التخويف او الاشتباكات التي تحدث بين فينا واخرى بين مجموعات او افراد لديهم نزاع معين. نعم، إذن ابقى معنا أستاذ أحمد. ينضم معنا أيضا المقدم نبيل الكدهي القائد الميداني للحملة الأمنية. مساء الخير سيادة المقدم. مساء النور والعافية إن شاء الله. أهلا بك. أود أن أسألك إلى أين وصلت الحملة الأمنية، يعني ما مدى الإنجازات التي حققتها حتى الآن؟ أهلا. الحملة الأمنية بدأت في تاريخ 4/6 بنشر لطم في مدينة تعز. أولا نشكر قيادة السلطة الشرعية ممثلة بوزارة الداخلية على التفاعل مع الوضع الأمني في المحافظة رغم شحة الإمكانيات، وكذلك دور الأخ محافظ المحافظة في دوري في مساندة إدارة عام الشرطة في تحقيق الأمن والاستقرار. نعم. وباسمي باسم كافة الضباط وأفراد الشرطة نشكر العميد منصور لك حالي مدير عام الشرطة الذي يبذل جهود كبيرة في بناء المؤسسة الأمنية والتوجيه بحملات أمنية مستمرة لتحقيق الأمن والاستقرار من خلال تواصله مع وزارة الداخلية وكل الجهات المختصة لدعم الشرطة. أبرز النتائج انتشار وتواجد الأجهزة الأمنية الدوريات والأطفال وفتح أقسام الشرطة في المناطق التي كانت تمثل بؤرة الانفلات الأمني مثل الموري وغيره، التضييق على العناصر الإجرامية وخلايا الاغتيالات والحد من أنشطتها وتحركاتها من خلال متابعة قياداتهم وعناصرهم والبحث عنهم ومداهمة أوكارهم بصورة مستمرة، القبض على عدد من العناصر الإجرامية التي تقف وراء جرائم اغتيال أفراد الجيش الوطني واستسلام الجهات المختصة، ومتابعة من تبقى مما اضطرهم للخروج من مدينة تعز بطريقة سرية خوفا من القبض عليهم. نعم. ندرة جرائم الاغتيال المنظمة لأفراد الجيش من تاريخ انطلاق الحملة، وإن حدث حوادث جنائية يمكن القول أنها ليست من جرائم الإرهاب وليست أنشطة لجماعة إرهابية. هذا بعد انتشار الحملة الأمنية. نعم. إذا يعني رغم هذه الجهود سيادة المقدم والتي ربما يعني أنتم تلمسونها من خلال قلة عدد الجرائم، ولكن ما زال هناك من يعاني لوجود السلاح الذي يعني يحمله العديد ممن ليس له علاقة بالشرطة العسكرية أو لا يحتاج لحمل السلاح. يعني أود أن تبقى معنا أيضا أنت والأستاذ أحمد. لينضم معنا الأخ ماجد الزهراوي وهو شقيق الطفل رياض الزهراوي الذي ربما تابعتم حكايته. مساء الخير أستاذ ماجد. أهلا بك، وأود أن تحدثنا عن تفاصيل ما تعرض له شقيقك الطفل رياض.
أولا أشكر قناة بلقيس وكل العاملين فيها الذين تفاعلوا معنا في هذه القضية. ثانيا قضية الطفل أخي رياض هي قضية كل شرفاء في العالم عامة واليمن خاصة. الطفل رياض علي سيف أخي البالغ من العمر 12 سنة 12 عام تم اختطافه تمام الساعة الثانية مساء الجمعة في حي عمار بن ياسر بشارع التحرير الأسفل وسط مدينة تعز تحت تهديد السلاح من قبل شخص فاقد لكل القيم والأخلاق إلى شقته إلى شقة تابعة له لهذا المجرم بغرض الاغتصاب. تم إظهار رياض هذه الشقة وعند قيام المجرم بخلع ملابسه لتمثيل جريمته ترك السلاح جانبا وذهب ليتأكد من باب الشقة أنه مغلق وهذا ما سمح للطفل رياض بأن نفر سلاح المجرم وأطلق الرصاص مباشرة إلى جسد المجرم وأرداه قتيلا دفاعا عن نفسه وأرضه وهذا توفيق من الله والحمد لله على ما حصل. بعدها خرج رياض مسرحا وبيده سلاح مرتبكا فقال قتلت خالد عباد بسبب أنه يريد اغتصابي. فهرع البعض من الناس الذين سمعوا رياض إلى المكان ووجد المجرم موقع على الأرض في وضع سيء وعاري من ملابسه تماما. كان رياض مفزوعا فزعا فرمى السلاح جانبا ودخل البيت. رياض أصيب ببعض الشرايا نتيجة إطلاق رياض الرصاص من مسافة بعيدة لا تتجاوز 3 أمتار. نعم. وهناك شهود والقضية الآن في إدارة البحث الجنائي. الغريب في الأمر أن بعد الحادث قام مسلحين بمهاجمة منزلنا بالرصاص الحي وحصار منزلنا محاولين اقتحام المنزل لقتل الطفل. نعم. إذا عند هذه النقطة أستاذ ماجد دعني أتوقف معك عند هذه النقطة والتي وصفتها بالغريبة بالأمر، أنتقل بها فقط لسيادة المقدم نبيل الكدهي. يعني استمعت للحادثة وبالتأكيد أنت مطلع عليها، يعني مثل هذه الجماعات المسلحة التي أرادت أن تأخذ بالثأر من طفل في حكاية شرف يعني مؤسفة أن نتحدث عنها وأن يمر بها طفل بهذا العمر، يعني أنا مستاءة للأمانة يعني لما مر به طفل في 12 من عمره نفسيا وجسديا وما لحق وما سيلحق به من ضرر نفسي مستقبلا، ومع ذلك هناك من يريد يعني وتهجم على أسرة هذا الطفل. أين هي الأجهزة الأمنية مما حدث سيادة المقدم؟ أول ما حدثت الحادثة قبل يومين انطلقنا بثلاثة أطقم إلى البيت الأخ علي سيف الزهراوي. نعم. مجرد ما بقي قتل الخارج أو الخط الطفل الطارئ رياض وما حدث له. أخذنا علي سيف باختيارات أمنية إلى إدارة البحث الجنائي هو واثنين من أولاده وقمنا والتزمنا بخناية البيت واتفقنا مع أطراف الأطراف جميعا. يعني هناك جماعات مسلحة، نحن في وضع حرب في تعز. نعم. لا ننسى ان كل الناس مسلحين داخل تعز داخل المدينه. فاتفقنا انه البيت لا احد يدخله، لا اهل رياض موجودين داخل البيت، اخوانه الصغار تقريبا امه اخواته موجودات. انا حدث امس هو انه وجود مسلحين يعني من طرف رياض كانوا متواجدين امام البيت، يعني وجود تحسس بين الاطراف. ليش وجود مسلحين؟ ليش موجود سلحنا الأمنية وبقي اشتباكات بينهم؟ أما من يوم ما أخذنا علي سيف للبحث الجنائي لم يطلق أي طلقة رصاص غير أمس عندما تواجدت مسلحين انضموا إلى القتل الرياض يعني خوفا عليه من البيت، وجاء الطرف الثاني أيضا مسلحين وبقي احتكاكات أمام البيت وبقي اشتباكات نتج عنها مقتول وثلاثة مصابين. الآن أنا عندي 3 أطقم في جوار بيت الأخ رياض الأخ علي سيف في بيت الأخ علي سيف، رغم أنني أخذت أمس الليل القتل رياض وإلى أبي في البحث الجنائي يعني المكان الآمن له. نعم. قربت هناك عند أبو البحث الجنائي والآن في 3 أطقم من اللجنة الأمنية في جوار بيت الأخ علي سيف. نعم. إذن ابقى معنا أيضا سيادة المقدم أنت والأخ ماجد. أعود إليك أحمد. أحمد يعني
ألا تعتقد أن مسألة أن يذهب مجموعة من المسلحين للتهجم على بيت لأخذ القصاص أو لأخذ يعني الثأر من طفل هي مسألة عدم تمكن الدولة من ضبط هؤلاء الجماعات المسلحة؟ أعلم تماما يعني جهود الحملات الأمنية في هذا المجال، وأن هناك يعني فترة حرب وهناك جهود مضنية في هذا الشأن، ولكن أن تنفلت الأمور يعني لمجرد أن طفل يهدد بالسلاح ويؤخذ إلى شقة أحدهم ثم يهدد هذا الطفل بأخذ الثأر، قضية عدم دمج الفصائل المسلحة والتي شاركت في المقاومة في الجيش، هناك من يقول بأنها هي السبب التي لم تحسم الملف حتى الآن، هل تتفق مع هذا القول أو لديك تفسير آخر؟ طبعا اخي اسيا، اعتقد الموضوع يتعلق ايضا بنشوء مراكز قوى واسر يعني ذات امكانيات جديده، اعتقد فيما يخص الجانب المادي يعني، وكذلك يعني مراكمه السلاح، وهذا حدث خلال فتره الحرب بطبيعه الحال، وهؤلاء اصبحوا الان يعني يشكلون قلقا على المدينه بسبب يعني حالات التعريه وحالات الانتقام والبطش والبلطجه، بصرف النظر عن القضيه التي تتحدثين عنها فيما اذا كان يعني يعني احداثها وتفاصيلها هذه في النهايه تحددها النيابه والاجهزه الامنيه بشكل ادق، لكن انا اتحدث بها بصفه عامه، هناك ايضا نشات يعني كما قلت لك مجموعات وكذلك بيوت واسر ويعني مشيخات جديده واسماء وقرى وقبائل وغيرها، وهؤلاء الان اصبحوا يشكلوا عصبويات يعني داخل المدينه متدثرين بنفوذهم او دورهم او حضورهم داخل التشكيلات المقاتله او مثلا بالدعم الذي حصلوا عليه خلال فتره الحرب والذي قام عدد منهم باكتنازه لمصلحته الخاصه او بالسنترات والصفقات التي حصلت يعني خلال هذه المرحله، كما تعلمين في فتره الحرب اكثر الفوضى واكثر الفساد يعني والسنتره والصفقات المشبوهه والعلاقات ايضا الملتبسه، وبالتالي اعتقد انه القضيه كما قلت لك يعني تتحدث بالدرجه الرئيسيه وفي حروب يعني غالبيه القوى العسكريه من داخل محافظه من داخل المدينه الساعده المدينه الى معسكرات اخرى متاخمه لمسارح العمليات لهذه القوى العسكريه والالويه، مما يعني خروج كم كبير من السلاح، مما يعني ايضا خروج كم من المقاتلين الذين يجب ان يرتبطوا بمعسكرات قتاليه يدافعوا فيها عن معسكراتهم عن قداستها يعني المساحاتيه والجغرافيه، ولا يكون التكدس داخل المدينه لانه حكما حتى ولو كانوا هؤلاء انبياء او ملائكه ما دام ان هناك تعداد سكاني ضخم وكبير وازدحام، وهناك ايضا مقاتلين ايضا عانوا من الحرب نفسيا ويعني حتى المقاتل يعاني ايضا من جراء الحرب نفسيا وجسديا ويكون اكثر مزقا واكثر عصبيه واكثر اختلال في وظائفه النفسيه، وايضا في المقابل هناك يعني اكتظاظ سكاني كما قلت لك وايضا السلاح انتشار للسلاح، وبالتالي طبيعي ان تحصل هناك خلافات معينه او مشكلات او كذا ويتم حل هذه المشكلات في القتل او في استخدام السلاح، ودور الاجهزه الامنيه ياتي دور رديف لدور القوات العسكريه، من المؤكد اختي الكريمه يعني خلال الفتره الماضيه ان غالبيه الجرائم التي تورط فيها مقاتلين داخل يعني التشكيلات العسكريه هناك قاده مسؤولون عنهم، وينبغي ان يحاسب هؤلاء القاده عن الافراد الذين يدفعونهم وان يقوموا بتسليمهم للشرطه العسكريه والنيابه العسكريه بدلا من التستر عليهم. نعم وصلت الفكره. نعم ونعم. إذن شكرا جزيلا لك الناشط السياسي أحمد شوقي، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. أعود إليك أخ ماجد. أخ ماجد، يعني أود أن أعرف يعني ما هو الحل لقضية، يعني ما الحديث حول قضية رياض قضائيا، كيف يتم تصنيفها الآن؟ هو موجود في البحث الجنائي كما أشار المقدم، وهو المكان الأفضل أمنا يعني بالنسبة لي من وجهة نظر المقدم نبيل، ما رأيك أنت؟ طيب احنا اصدرنا بيان واضح وصريح عن كافه ابناء شرعب السلام ندعو فيه محافظ المحافظه الدكتور امين محمود رئيس اللجنه الامنيه رئيس المجلس المحلي توفير الحمايه الكامله لمنازلنا واطفالنا، ونحن ممتدين للدوله وللعداله ان تقوم وتقول قولها في كل ما ينتج عن التحقيقات الجاريه محمل الدولة أي طارئ، قد يكون بما نتيجة الانزلاق الأمني الحاصل، منزلنا حوصر لمدة يومين
تم في اطلاق نار كبير للمنزل، الامر الذي استفز الكثير من الشرفاء الذين هبوا الاتباع عن منزلنا، هناك من فيه من نساء واطفال. الامر الذي فاقم المشكله الى اشتباكات باسلحه حيث سقط على ابرها قتيل وجرحى. في اليوم الثاني من الوقت باستمرار حصار منزلنا تدخلت اطقم عسكريه لايقاف الاشتباكات، ولكنه الى الان الوضع ما زال مرشح للانفجار في اي لحظه. من اي ناحيه مرشح للانفجار؟ يعني تحدث المقدم نبيل بان هناك اطقم، ثلاثة أطقم أمام المنزل لحمايتكم، الطفل وأبيه في البحث الجنائي، ما الذي تريدونه يعني؟ عزيزتي العصابات المسلحة الآن تمتلك أسلحة ما كانت تمتلكه دولة، الرشاشات، الأربيجي، جميع أنواع الأسلحة. ألم يتم إلقاء القبض على أحد المسلحين الذين هاجموكم أو عليهم أو على من يتبعونه؟ يعني حسب الأخبار أنهم يتبعون شخص معين، هل تم إلقاء القبض عليه لكف أفراده والمسلحين عنكم؟ عزيزتي هذه الدولة احنا لن نسمع عن الأجهزة أن تم إلقاء قبض، لن نسمع بهذا نهائيا. لحد الآن لا يوجد أحد موقوف أو مستجز أو تم إلقاء القبض عليه. لحد الآن ما زلنا في خطر. نعم، إذا دعني أنقل هذه النقطة للمقدم نبيل الكدهي. سيادة المقدم، يعني قلتم بأن هناك يعني أطقم، ثلاثة أطقم أمام المنزل، أن الأب وابنه في البحث الجنائي، ولكن ما زال الشقيق الأكبر يتحدث أنهم لا يشعرون بالأمان حتى الآن. هل تم إلقاء القبض على هذه الجماعات المسلحة؟ هل يعني متى سيتم حسم المسألة، خاصة وأن هذه الجماعات المسلحة ما زال السلاح بيدها وما زال التهديد قائم؟ أنا يعني نبذة قصيرة عن الانفلات الأمني وأسبابه فقط لوضح الأخ ماريد. أولا من الطبيعة أن نتحدث عن انفلات أمني بعد 4 سنوات حرب عاشت في مدينة تعز أو مدينة أخرى، لأن الحروب دوما تخلف انفلات أمني وأحداث جنائية وأعمال شغب. وبالذات أننا نتحدث عن انفلات في الأمن والجيش الوطني ما زال في حالة حرب على أطراف المدينة، حيث تبعد المدينة عن بعض الجبهات 100 أمتار. ونظرتنا لموضوع الانفلات الأمني في تعز أو في غيرها من المدن. وبالمناسبة نشير إلى ما يحدث في مدينة عدن من حالات انفلات رغم توابل الدولة والأمن والحزام الأمني والتعالف، ومع ذلك والدليل ما حدث اليوم في عدن من عبوات التبديلات وحالة القيام. لكن يمكن القول ما يحدث حالة طبيعية كنتيجة لحالة الحرب والصراع المسلح الذي تعيشه اليمن. مشكلتنا في تعز أن الإعلاميين والناشطين يتعاملون مع هذا الأمر التعامل غير طبيعي، جوهروا المزايدات والمناسبات دون النظر للأسباب الحقيقية والجوهرية. ما حدث أو أمس بالنسبة للبيت الأخ ناجد والأخ علي سيد هو تواجد أطراف مسلحة من الطرفين، طرف مسلح وطرف مسلح، كل الأطراف مسلحين كلهم كانوا في جبهة واحدة، فمشاجرة بينهم وتحالف. هنا قلنا للأخ علي لا يدع أي مسلح داخل البيت حقه ونحن نتحمل مسؤولية البيت. لكن تفاجأنا أن هناك تواجد مسلحين وتواجد مسلحين من الطرف الآخر. الطرف الآخر يعني الآن يقولنا معي مقتول مهما كان. القضية في البحث الجنائي تأخذ مجراها والقضاء يأخذ مجراه. والآن الأطقم متواجدة أمام بيت الأخ ماجد، ولا تلقى والأطقم موجودة ونحن مسؤولين على حماية البيت بشرط واحد، ألا يجمع مسلحين داخل البيت. نعم. لكي يستفز الطرف الآخر. طيب. الآن محددين. تفضل. نعم، إذا ماجد، يعني حتى تشعرون بالأمان أكثر عليكم أيضا الاستجابة للأجهزة الأمنية وعدم تجميع المسلحين إلى المنزل، يعني ألا تكفيكم يعني الحملة الأمنية التي يعني أمام المنزل حتى الآن؟ نتقدم أنا بالشغل الجزيل للمحافظة الدكتور أمين محمود رئيس اللجنة الأمنية رئيس المجلس المحلي بتوفير الحماية الكاملة لمنزلنا. نحن ننتظر للدولة وللعدل وللقضاء أن يقول قوله في هذه القضية. نعم. كما نشكر الأخ نبيل الكدهي وأما تكلم والتحرك والجهد في حمايتنا، ونشكر كل من قام بواجبه
في سلطات أمنية أو في نعم وحاليا هم مؤخرا يعني. نعم أظن أن رسالتك وصلت في دقيقة سيادة المقدم، يعني ما هي أبرز الصعوبات التي تواجهها الحملة والأجهزة الأمنية؟ الصعاب التي تواجهنا هي ضعف الإمكانيات للأجهزة الأمنية والتي لا زالت في مرحلة التأسيس والترميم واستعادة المباني وتدريب الأفراد الجدد، وإن شاء الله سترون الأيام القادمة النتائج لكل الجهود التي تبذل. نعم إذن شكرا. هناك أسباب رئيسية للإنزلاق الأمني. نعم لا ننسى أن الانقلاب على السلطة الشرعية استهدف كل مؤسسات الدولة بما في ذلك المؤسسة الأمنية في تعز، حيث دمر البنية التحتية للأجهزة الأمنية البشرية والمباني والمعدات، وكانت تلك المؤسسات مناطق حرب تم تحريرها من الانقلابيين بعد السيطرة عليها. إذا شكرا جزيلا لك المقدم نبيل كده القائد الميداني للحملة الأمنية، كما هو لك شقيق الطفل رياض الزهراوي ماجد الزهراوي، وكذلك للناشط السياسي أحمد شوقي الذي كان معنا من قبل، كما هو لكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم.